أهلا بكم. هل سيتوصل اليمنيون لتسوية سياسية في غضون الشهر من الآن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014؟ القرار اعتبر المبادرة الخليجية أساسا للحل وأيد مرسوما رئاسيا يمنيا عن إجراء انتخابات مبكرة وفق المبادرة الخليجية، لكنه أيضا خلى من الحصانة التي طالب بها الرئيس اليمني وضمنتها هذه المبادرة. فلماذا أيد علي عبد الله صالح قرار مجلس الأمن ولماذا أيدته المعارضة؟ وإذا كان الجميع فعلا يؤيدون ما جاء فيه، فهل هنالك الآن ما يعوق تنفيذه؟ وإذا لم ينفذ القرار في غضون شهر، ما هي خيارات المجتمع الدولي وما هي خيارات اليمنيين وجيرانهم الخليجيين؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة. أحييكم مشاهدي ومستمع البي بي سي، أنا زين العابدين توفيق، وأرحب أيضا بضيوفنا وهم عبر الهاتف من صنعاء عبد الجندي نائب وزير الإعلام اليمني، وعبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة علي ناصر البخيتي عضو الحزب الاشتراكي اليمني وأحد شباب الثورة، ومعي هنا في الاستوديو الأكاديمي والمعارض اليمني الدكتور محمود العزاني، وسينضم إلينا ضيوف آخرون في سياق النقاش. لكن قبل أن نبدأ الحوار نستعرض معا أهم ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 حول الأزمة في اليمن. يدين القرار بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الأخرى. كما يشدد القرار على إخضاع جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة، ويلزم القرار أيضا الرئيس اليمني بالتوقيع بصورة فورية على المبادرة الخليجية، ويدعو إلى أن يترجم هذا الالتزام إلى أفعال من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة السياسية. ومنح قرار الأمم المتحدة مهلة 30 يوما لتنفيذ بنوده، وأبقى الوضع في اليمن قيد المراقبة. هذا عن القرار، لكن نتابع الآن كيف تفاعل هذا القرار في داخل اليمن، مواقف مختلف الأطراف من القرار. إن حكومة الجمهورية اليمنية قد أعلنت استعدادها للتعامل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن رقم 2014. أغلبية الشعب مع علي عبد الله صالح ومع إنجازاته ومع الحفاظ على الوحدة ومع التداول السلمي للسلطة الذي أنتهجه ورسمه وأكد عليه في الدستور. تدويل القضية دوليا طبعا هي جزء من الحل، ولكن الحل الأكبر هو بأيدينا، بأيدينا احنا الشباب. الوضع الطبيعي الآن من مجلس الأمن أن يطالب علي عبد الله صالح بالتنحي الفوري وأن يحيل ملكه إلى محكمة الجنايات الدولية، أن يصدر قرار بتجريم أرصدته، بوضعه في قائمة المطلوبين للعدالة وكبار معاوني. ها هو الآن علي عبد الله صالح يترجم القرار على طريقته، منذ بعد القرار بساعة أو أقل قام بالقصف أحياء في صنعاء بقصف الفرقة. الآن القصف متواصل حتى هذه اللحظة، معنى ذلك الآن أن هنالك تواطؤ دولي مع الجرائم علي عبد الله صالح. بطبيعة الحال تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين علي محسن الأحمر والرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد قرار مجلس الأمن. لكن أبدأ النقاش بضيفنا من صنعاء عبد الجندي نائب وزير الإعلام اليمني. هل موافقة الرئيس علي عبد الله صالح على قرار مجلس الأمن شبيهة بموافقته على المبادرة الخليجية، أي موافقة دون أفعال؟ أولا الرئيس علي عبد الله صالح أكد بالأمس أنه موافق على قرار مجلس الأمن بالتسوية السياسية التي تؤدي إلى الانتقال السلمي للسلطة، عبر ما ورد في نص قرار مجلس الأمن أنه أساسها المبادرة الخليجية والمرسوم الرئاسي الذي صدر بتفويض نائبه عبد الرحمن بنائبه عبد ربه منصور هادي بالحوار على المبادرة وعلى الآلية التنفيذية وعلى أيضا تطبيق هذه المبادرة والآلية التنفيذية بما في ذلك انتخابات مبكرة كما ورد في قرار مجلس الأمن. يعني هذه موافقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهاية، ليس فيها أي لف أو دورات،
وتنسجم مع ما ورد في قرار مجلس الامن الدولي. لكن الرئيس ايضا اعلن من قبل مرارا وتكرارا انه يوافق على المبادره الخليجيه، لكن حتى هذه اللحظه رغم ان قرار مجلس الامن يدعو علي عبد الله صالح، ليس يدعو بل يطالب علي عبد الله صالح بالتوقيع فورا على المبادره الخليجيه، هو حتى الان لم يفعل ذلك. الدعوه الى التوقيع فورا على المبادره الخليجيه يعني ليست دقيقه الان، يعني بقرار مجلس الامن، لانه عمل مجلس الامن اوضح الى مرجعيات واضحه للحل السياسي بانها المبادره الخليجيه والمرسوم الرئاسي. إذا ما تم الموائمة ما بين المبادرة الخليجية وما بين المرسوم الرئاسي وفق رؤية مشتركة سيكون جاهز للتوقيع عليه، لكن أن يعتقد البعض أن الرئيس يتهرب، الرئيس لم يتهرب حتى من التوقيع على المبادرة الخليجية، وحتى الضمانات التي كان الرئيس يطالب فيها هي ليست ضمانات شخصية ولكن ضمانات لتطبيق بنود المبادرة كما هي من بدايتها إلى نهايتها مع تعديل بسيط وهو في الشكليات، يعني يتوائم مع الدستور. بدلا من الاستقاله يعني دعوه الى انتخابات مبكره، وفي وقت هو لن يرشح نفسه طبقا لنص الدستور اليمني، يعني معنى ذلك انه مغادره للسلطه وتسليمها لمن سيحل محله. لكن نص القرار يطالب علي عبد الله صالح بالتوقيع الفوري على المبادره الخليجيه، يعني هذا ليس تاويل ولا تفسير، يعني هذا نص القرار. هو اكد بانه سيوقع على المبادره والآلية التنفيذية في وقت واحد، حتى بكرة لو توفرت الآلية التنفيذية بقي معهم 20% في الحوار مع جمال بن عمر، إذا توصلوا إلى حسمة 20% سيتم التوقيع على كل الوثائق المبادرة وآلياتها ووضعها موضع التطبيق. هلا قلت لنا ما هي 20% المتبقية؟ يعني هي تفاصيل وجزئيات، هم عرف بهذا لأنه أنا لم أكن طرفا في الحوار، ولكن هذا ما سمعناه من تصريحات جمال بن عمر ومن تصريحات المسؤولين اليمنيين الذين كانوا موجودين في ومن نائب رئيس الجمهورية أيضا. إذا أنت تتوقع سيد عبدو الجندي أن الرئيس علي عبد الله صالح سيتنازل عن سيوقع على المبادرة الخليجية التي تقضي بتنازله عن السلطة وتسليمها لنائبه في مدد محددة حددتها المبادرة الخليجية، إذا أنت ترى أن الرئيس سيفي بهذا قبل مرور مدة الشهر التي حددها مجلس الأمن؟ نعم، يعني كان القرار مجلس الأمن أهم ما يميز مجلس الأمن، قرار مجلس الأمن بأنه قابل للتطبيق بأنه جاء متوازنا، لا ينتصر للطرف على حساب الطرف الآخر، الكل لا يستطيع أن يرفع سقف مطالبه، وبالتالي سيضطر إلى تقديم التنازلات، يعني خطوتان إلى الخلف مقابل خطوة مشتركة إلى الأمام، لابد أن يكون مطلوبا من كل الأطراف أن يقدموا تنازلات نحو موائمة الرؤية السياسية السلمية للحل طبقا لقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية. طيب دكتور محمود العزاني، قرار مجلس الأمن كما يطالب علي عبد الله صالح، كما يقول أن السلطات اليمنية قتلت المدنيين عن طريق الاستخدام المفرط للقوة، قال أيضا أن أطرافا أخرى يقصد المعارضة والمنشقون عن الجيش أيضا مسؤولون عن أعمال العنف، يقول أن المعارضة يجب أن تلعب دورا بناء في ما يتعلق بعملية التسوية السلمية، أي أنه يرى أن المعارضة لم تلعب دورا بناء في الماضي برفضها الحوار مع علي عبد الله صالح، ليس انتصارا للمعارضة هذا القرار، أليس كذلك؟ يعني إذا أردت أن تبحث عن جزئية يعني ما الذي في هذا القرار انتصار للمعارضة، فلا أجد أن فيها مسألة كبيرة. بالتأكيد أنه في جوهر القرار إذا ما أخذناه بمجمله وابتعدنا عن مسألة القراءة الانتقائية، هو يدعو بل يطلب من علي عبد الله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية، أي بلغة أوضح ويطالب علي عبد الله صالح بالتنحي الفوري. إذا فهم القرار بطريقة أخرى فأعتقد أن الخطأ سيتكرر كما تكرر خطأ فهم تفاصيل أو معطيات المبادرة الخليجية. لكن يدعو ايضا الى الحوار، يعني يدعو المعارضه الى الحوار، يعني تسويه بالتأكيد سلميه، يتحدث عن تسويه سلميه بالتأكيد عن طريق الحوار وليس عن طريق فرض امور معينه. بالتأكيد ان الحوار السياسي والمسار السياسي يجب ان يكون يمنيا، يعني بالتأكيد كل هذه مؤشرات على انه لا شك في على ذلك، على انه الى حد ما لم ينتصر للمعارضه، وان لم ينتصر ايضا لعلي عبد الله صالح، لكن علي عبد الله صالح هو من كان يدعو للحوار طيله المده الماضيه ولم تستجب المعارضه.
ما أعتقد أن الرؤية الدولية والرؤية الإقليمية والرؤية السياسية على الأقل في إطار المعارضة الآن تلتقي عند نقطة واحدة، بأن البند الأول يعني لبداية المسار السياسي هو توقيع علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية، وحينها يمكن أن يبدأ، وهذه سوف تطلق تفتح الباب لبداية المسار السياسي والحوار حول بقية التفاصيل. بدون توقيع علي عبد الله صالح تصبح المسألة كلها فارغة المحتوى ولا يمكن أن تؤدي إلى شيء. نشهد اليوم يعني 9 شهور منذ أن بدأت هذه الثورة وما زالت المسألة تراوح عند نقطة التوقيع. إذا لم يتم تجاوز هذه النقطة تحديدا فأعتقد أن الثقة في المسار السياسي نفسه سوف تنهار، وسوف تطرح خيارات أخرى على الطاولة سواء على مستوى الساحات يعني داخل اليمن أو على مستوى المسار السياسي أو على المستويات الإقليمية والدولية. إذا لم يتم استشعار المخاطر التي قد تترتب على الفشل في تنفيذ هذا القرار. قدم هذا القرار للمعارضة؟ لا أعتقد أنه قد قدم لها بداية المسار التي كانت تطالب به، لم يقدم لها كل شيء. لا نتوقع من مجلس الأمن أن يصدر في القرار رقم 1 كل ما تريدها المعارضة أو ما تريدها الثورة، بل أنني أؤكد أن ما تريدها المعارضة وفق هذا القرار وفق المبادرة الخليجية ما زال دون المستوى التي كانت تطمح إليه وما زالت تطمح إليه وما زالت تصر عليها الثورة. لكن الناس قبلت على مضض وقبلت أن تتعامل بإيجابية كما يقولون مع هذا المسار نفسه، حقنا للدماء وحرصا على عدم دفع البلد إلى حافة الهاوية. إذا لم يتم تفهم هذه المسائل تحديدا فربما أن المسارات سوف تفقد يعني سوف يفقد التحكم في هذه المسارات وسوف تمضي إلى نتيجة لا تختلف عما حصل في ليبيا أو غيرها من المشاهد. وهذا سنبحث بالتفصيل فيما بعد، لكن دعنا نشرك ضيفنا أيضا من القاهرة السيد علي البخيتي الشاب من شباب الثورة وعضو الحزب الاشتراكي. سيد علي، باعتبارك من شباب الثورة، أولا هل هذا القرار يلاقي عندكم أي صدى؟ هل يستجيب لساحات التغيير في مختلف أنحاء اليمن؟ أولا تحياتي لك ولضيوفك الكرام. بالنسبة لقرار مجلس الأمن وكذلك للمبادرة الخليجية هي لم تلبي في أي يوم من الأيام مطالب الشارع، وهذه المبادرة وقرار مجلس الأمن إنما يعطي الرئيس صالح مزيدا من الوقت للمراوغة واستمرار في جرائمه التي يرتكبها بحق الساحات في جميع أنحاء الجمهورية. المبادرة الخليجية لم تكن واضحة بتحديد مهلة محددة للرئيس صالح للتوقيع على المبادرة، ما لم فإنها ستسحب بند الضمانات من هذه المبادرة، بمعنى أنها أعطت للرئيس وقتا مفتوحا، فهو يعتقد أنه سيجرب جميع الحلول بما فيها حل الحسم العسكري الشامل مهما كلفه هذا الوضع. وإذا لم يستطع الحسم عسكريا فإنه سيوقع المبادرة ويستفيد بالضمانات، وهذا ما جعل الرئيس يراوغ إلى الآن. الرئيس وقع اتفاقا لوقف إطلاق النار بموجب قرار مجلس الأمن. مجلس الأمن ينص صراحة على وقف فوري لكل أعمال العنف في اليمن، واعتبر ذلك مضرا بالأمن والسلم العالميين، وهي كلمة كبيرة، كلمة الأمن والسلم العالميين تستخدم أحيانا حينما يكون هنالك رغبة فيما بعد لاستخدام الفصل 7 في الأمم المتحدة. الرئيس وقع على وقف إطلاق النار مع علي محسن الأحمر، هل ترى أن هذا التوقيع أيضا تحصيل حاصل؟ يا أخي، التوقيع لم يتم من الرئيس شخصيا كما بلغتنا الأنباء، أنها مجرد هدنة أعلنتها اللجنة المكلفة من الرئيس والنائب، وهي تعلن بين اليوم والآخر هدنة ومن ثم تفشل الهدنة. هذه الإعلانات الهدف منها التغرير على المجتمع الدولي وإظهار أن هناك مرونة لدى النظام. يعني هل غرر بعلي محسن الأحمر؟ هل تم التغرير بعلي محسن الأحمر؟ علي محسن الأحمر يعرف الرئيس جيدا وهم كانوا سابقا شركاء، لذلك لا يستطيع التغرير عليه. الهدف من هذه الأخبار الإعلامية هي التغرير على المجتمع الدولي بأن الرئيس صالح مستعد لوقف إطلاق النار وبأنه يحاول وقف إطلاق النار، وهذه مجرد مراوغة لكسبه مزيدا من الوقت. طالما بقيت هذه أول مرة يشارك فيها تقريبا علي محسن الأحمر في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
يا أخي التوقيع سبق أكثر من مرة وقف إطلاق النار، إذا لم يتم حل المشكلة بشكل كامل وواضح فالأمور ستنهار في أي لحظة بمجرد وجود إشكال أو هناك. المسألة ليست مسألة مجرد وقف إطلاق النار فقط، الأزمة مستفحلة والتوتر مستفحل وكل مستعد للآخر في أي لحظة. هذه مجرد تكتيكات لكسب وقت معين وليست استراتيجية للحل، ولا يوجد قناعة لدى الرئيس للحل. الرئيس يفكر في الحسم العسكري، وإن لم يستطع سيلجأ إلى توقيع المبادرة الخليجية. طيب كيف ترى أنت موقف المعارضة التي وافقت على قرار مجلس الأمن ووافقت على قرار على المبادرة الخليجية؟ هل ترى أنه موقف لا يعبر عن الشباب في ساحات التغيير؟ المعارضة يا أخي في موقف لا تحسد عليه، فهي لا تريد أن تضع نفسها في مواجهة المجتمع الدولي أو الجوار الإقليمي ولا تستطيع عمل ذلك، وفي نفس الوقت هي تعرف الرئيس جيدا وتعرف أنه يراوغ، إلا أن المعارضة تتحمل بعض المسؤولية في الأزمة الحاصلة في الثورة اليمنية، فقد فوتت الكثير من الفرص السابقة لحسم الموضوع. المعارضة إلى الآن لم تستطع تحديد مسار الثورة بشكل حقيقي مع كامل مكونات الثورة، فلا الثورة أصبحت سلمية وأقنعنا العالم بشكل كامل أنها سلمية، وقرار مجلس الأمن أثبت أن هناك أشياء عسكرية حصلت من المؤيدين للمعارضة، ولو أن الفارق كبير بين ما قام به النظام وعصابته وبين ما قام به الجيش المنضم للثورة في حالة الدفاع عن النفس. ثانيا أن هناك حصلت بعض الانتهاكات البسيطة لحقوق الإنسان من قبل أطراف معينة مع الثورة، وهذا ما أثر على الموقف سلبيا. العالم لا ينظر من ناحية المبدأ وليس من ناحية الكم. نحن نعرف أن كمية انتهاكات حقوق الإنسان من النظام كبيرة جدا، إلا أنه يركز على قضية هنا أو هناك ويحاول المساواة بين الجلاد والضحية. يجب على المعارضة أن تحدد مسار الثورة بدقة، فإما أن تكون ثورة سلمية كاملة وعلى الفرقة أن تنسحب إلى مواقعها حتى لا يشكك العالم وخصوصا مجلس الأمن في سلمية الثورة، وإما أن تحدد مسارا آخرا. كذلك لم تستطع المعارضة ممثلة باللقاء المشترك استيعاب جميع مكونات الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وخصوصا الإخوة في الحراك الجنوبي والإخوة الحوثيين، إلى الآن لم يتم استيعابهم في المجالس التي أفرزت من قبل الشباب الثورة والمنضمين إلى الثورة، لم يتم استيعابهم بشكل حقيقي وكامل، وإنما وضعوا بأعداد محدودة جدا لا تعبر عن صحيح. عن إمكانياتهم وعن أعدادهم، ولذلك هذه الأطراف انسحبت من هذه المجالس، وهذا ما أخر الثورة. المعارضة إلى الآن التي توجه هدفها لإسقاط النظام غير متوحدة بشكل كامل على هذا الهدف، ولم تتوحد في تحديد مسار الثورة بالضبط كما سلف وأذكر وذكر. وهذا في رأيك بطبيعة الحال هو ما يعطي حسب رأيك يعني الرئيس علي عبد الله صالح مجالا للمراوغة؟ الرئيس علي عبد الله صالح سيراوغ في كل الأحوال، لكن أخطاء المعارضة هي ما يعطيه هذه الفرصة. يجب على المعارضة أن تعي أنها لن تنجح في إسقاط النظام إلا إذا قبلت بقية مكونات الشعب اليمني وخصوصا الحوثيين والحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني لإسقاط النظام. طيب دكتور محمود العزاني، يعني علي البخيتي وضع يده على مشكلة كبيرة، وهي عدم تمثيل المعارضة الرسمية للحراك الشعبي الحقيقي في الشوارع في الساحات، وعدم حسم موقفها من سلمية وعدم سلمية الثورة. هنالك عسكر يحسبون على المعارضة وهم لا يفعلون شيئا في الواقع، لا هم يقاتلون علي عبد الله صالح ولا هم يعطون للثورة شكلها السلمي. أنا أتفق معه في الشق الأول تماما. بالنسبة لمسألة التمثيل، أعتقد أن هناك أخطاء حصلت خلال فترة تشكيل المجلس الوطني، ولكن ما وصلنا إلى حد الآن بأن هناك جهد كبير وحوار داخلي يجري بين هذه الأطراف باتجاه توحيد الموقف وباتجاه توحيد يعني باتجاه تحسين وضع هذا الكيان الذي يمثل الثورة، بحيث أنه يستوعب كل الأطراف التي ذكرها الأخ البخيتي. في الشق الثاني أعتقد أنه لا يوجد هناك ازدواجية في المسارات كما يعتقد البعض. مسار الثورة حتى الآن واضح بأنه مسار سلمي، لم يخرج عن هذه الدائرة قط.
الأحداث الجانبية التي طرأت من بعض الأطراف المحسوبة على الثورة والمؤيدة للثورة لم تخرج بعد عن دائرة الحفاظ الدفاع على النفس، وأنا أعتقد أن الإصرار على سلمية الثورة وهذا القرار قرار الساحات، وكلنا نعرف تفاصيل ما يحدث داخل وحجم الاحتجاج الوارد من قبل الساحات نفسها على أي تصعيد مسلح، هو العامل الضاغط حتى على بعض الأطراف العسكرية بعدم تصعيد الموقف عسكريا. ما يحصل حتى الآن هو أنه جانب المبادرة بالعامل العسكري يظل من طرف الرئيس علي عبد الله صالح والوحدات المحسوبة عليه. سبق أن شرحت أنه إذا نظرت إلى الخارطة، إذا خارطة صنعاء من خلال جوجل، تجد أن نسبة المعسكرات في العاصمة صنعاء يعني تقترب من في حدود 20%. هذه المعسكرات يعني في الوقت الذي لا يوجد أي مساحة للحدائق العامة أو المتنزهات. هذه المناطق مدججة عسكريا. تقريبا الوضع في تعز وربما في عدن لا يختلف كثيرا، مع أن نسبة العاصمة هناك كثافة كبيرة وحشد كبير من الوحدات العسكرية. حتى الآن، حتى هذه اللحظة، يتبع النظام تكتيك خبيث، يعني ربما أنه مستسقى من تكتيكات الإمامة في الماضي. في الماضي كان الإمام أحمد والإمام يحيى يأخذون أبناء المشايخ والوجهات الاجتماعية رهائن لديهم حتى يضمنوا ولاء أسرهم وقبائلهم. ما نحصل اليوم، ما نشاهده اليوم في صنعاء وفي تعز وفي عدن، أن هناك ما بين 3 إلى 4 مليون مواطن يعني موضوعين كرهائن، وهم تحت مرمى نيران الوحدات الخاضعة لعلي عبد الله صالح، وهنا تكمن خطورة الموقف. الرهان على الخيار السلمي هو رهان كبير، ونتمنى أن تأتي استجابة إليه، استجابة قوية له من قبل المجتمع الإقليمي ومن قبل المجتمع الدولي. طب هل وقف إطلاق النار هذا يعتبر استجابة له؟ أنا أعتقد أنها جزئية صغيرة، وقف إطلاق النار جزئية صغيرة لا أستطيع أن أتوقف عندها لأنني لا أمتلك تفاصيلها حتى هذه اللحظة، ولكني لا أثق بها، لأننا أعتقد أن علي عبد الله صالح لم يمتلك حتى الآن أن الورقة الأخيرة التي بيده هي ورقة التصعيد العسكري. وربما أن وقف إطلاق النار أو اتفاق من هذا النوع هو ما يريد، لأنه حتى يحول المسار من مسار ثورة تطالب بتغيير شامل وتطالب برحيله ورحيل عائلته إلى مجرد اتفاقات ثنائية لوقف إطلاق النار، وربما إذا اتسعت دائرة الاشتباكات مستقبلا، لأنه هذا ما يريد إليه وهو ما سعى إليه هو أن يستدرج الطرف الآخر إلى ردة الفعل. طيب، لكننا حتى هذه اللحظة لم نشهد قصف مضاد، وأنا أؤكد أن القصر الجمهوري وغيرها من المنشآت الرسمية الحكومية لم تتلقى قصف مضاد. وإن كان قرار مجلس الأمن تضمن مسألة تضمن ذلك وحذر، لأنه هؤلاء الأطراف لديهم ما يخسرون، لأنهم يراهنوا على مسألة الحفاظ على ثقة المجتمع الدولي والإقليمي، لأنهم يعتقدون أنهم سوف يستمعون لمسألة الخطوط الحمراء التي توضع أمامهم، فهم لا يغامرون باتجاه الرد بقرار مضاد. طيب، عبد الجندي معنا من صنعاء، هل توقيع وقف إطلاق النار ستعقبه خطوات أخرى؟ هل فعلا ستتوقف القوات الموالية لعلي عبد الله صالح عن إطلاق النار على المتظاهرين أو في أي مكان آخر؟ أولا يجب أن يكون واضح أنه علي عبد الله صالح لا يريد الحرب، ولو كان يريد حرب لكان حسمها من قبل فترة طويلة برغم الضغوط الموجودة عليه. لكن علي عبد الله صالح هو رجل سلام، حتى بعد تعرضه هو للحادث الاغتيال الذي لا يشك احد بانه كان من تدبير المعارضه. يعني مجلس الامن لم يعتبره يا سيد عبدو، مجلس الامن لم يعتبره رجل سلام، يعني مجلس الامن حمل السلطات بشكل مباشر. انت يعني انت اشركتني علشان تسمعني كلام اثنين، وبالتالي انت ما تخلينيش اتكلم، خليني اتكلم. وإلا انا ما ارد على نقطه، لا انت قد غريم يعني ايضا بهذا الكلام. انا فقط ارد على نقطه انت تقول، نحن سنطبق قرار مجلس الامن كما جاء في السياق، وفي نفس الوقت ايضا يعني عندما يقال لعلي عبد الله صالح استقيل، وبالتالي يعني تعال نتحاور معك، يعني انت تشوف المعارضه الان هذولا يعني معهم وجهتي نظر، وهكذا شرحوا لك بأنه في عندنا تكوينات جنوبية وفي عندنا حوثيين وفي عندنا وكل هؤلاء، يعني إذا يعني استقالة علي عبد الله صالح معناها نقل هذا المرض إلى داخل التجمع الذي يمثله علي عبد الله صالح، والحرب الأهلية التي لا تجد لها زمام ولا تجد لها رأس تمسك عليه. إذا بقى علي عبد الله صالح حتى تعلن الانتخابات المقدمة يعني المبكرة، يعني تكون الأطراف كلها قد لملمت وأصبحت يعني طرف واحد تدخل الانتخابات وتنتخب رئيس جمهورية وتحل المشكلة اليمنية. لكن أن تقول لعلي عبد الله صالح وقع واستقيل وتنحي واخرج، من سيحاور الطرف الآخر؟ يعني هذا طبعا عبد ربه منصور هادي،
عبد ربه منصور هادي لا يقبل هذا الكلام. عبد ربه منصور هادي هو المحاور وهو المفوض، لكنه لا يقبل هذا الكلام لأنه يدرك أنه خلف هذا الكلام تكتيك لا يريد هو أن يكون كشف فداء ضحية فعلا لهذه الخلافات والنوايا الغير صادقة. فبقى علي عبد الله صالح هو سيوصل الأمور إلى حل سلمي يتفق عليه الجميع، وبالتالي يحتكم الجميع إلى إرادة الشعب اليمني باعتباره طيب. هو صاحب المرجعية الوحيدة. أرجو أن تبقى معنا سيد عبد الجندي، سنواصل الحوار في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي، اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون، ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile. أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في أجندة مفتوحة من البي بي سي عن الوضع في اليمن بعد قرار مجلس الأمن الدولي. قبل أن نواصل الحوار نرحب بضيفنا من جدة الدكتور أيمن حبيب نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية. نواصل إذن حوارنا في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة، ونتحدث الآن إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور محمود العزاني عن هل هنالك آلية لتنفيذ هذا القرار، قرار مجلس الأمن الدولي؟ يعني علي البخيتي أشار بوضوح إلى أن القرار ليس لا يعطي ولا المبادرة الخليجية لا تعطي الرئيس علي عبد الله صالح مدة محددة للتوقيع، يعني يمكن أن يظل يرفض التوقيع إلى ما شاء الله. النص كان يعني صريح وواضح وهو طلب التوقيع الفوري. بالتأكيد اتفق مع ما بعض ما جاء في 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 في, في ان حوالي 20% من الآلية متفق عليها، 80% متفق عليها من الآلية و20% غير متفق عليها. لكن اريد ما هو ال 20%؟ عبد الجندي رفض ال 20% عن ال 20% المتبقي. هي الاخطر. الاولى هي تتعلق باعاده هيكله القوات المسلحه، وعلي عبد الله صالح يرغب في الاحتفاظ بالمناصب العسكريه بالوحدات العسكريه الخاضعه لاولاده واولاد اخيه واصهاره كما هي، أي أنه لا يقبل بمسألة إعادة هيكلة القوات المسلحة قبل إعلان الانتخابات. هذا غير منصوص عليه في وهذا التفاصيل غير واردة، لكن هذا تفصيل خطير. الجزء الثاني يعني يتعلق مطروحا للنقاش، هو مطروح للنقاش لكن هو ضمن الخليجية لم تتضمنهم، لكن هذا ضمن ال 20% الخطيرة. كان يمكن أن يتحاور الناس على هذه التفاصيل بعد توقيعه، لأنه لا يوجد ثقة بالمسار السياسي برمته إذا لم يوقع. هو يطرح من سيحاور، إذا كانوا لا يثقون بمن تبقى من المؤتمر الشعبي العام كطرف فهذا يعتبر خطأ كبير، يعني انه 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 يعني خديعة كبيرة انهم يمتلكون حزب سياسي. طيب قادر ان يبقى بقية 20%. الجزء الاخر من بقية ال 20% هو الغاء بند التنحي وتركه حتى نهاية الانتخابات. بالتأكيد هذا ال 20% يعني كما يقال في المثل يعني ديفل ان ذا ديتيل، الشيطان في التفاصيل، هي تعني ابقاء مفاصل القوة والدولة والثروة في يد علي عبد الله صالح حتى الانتخابات القادمة. وإذا ما تم ذلك فمعناته انه لن يتحقق شيء. فهو يعني قدم مثال تاريخي لكيفية استغلال السلطة والثروة لصالح بقائه في السلطة، وربما انه هو قال انه لن يترشح وابنه لن يترشح، هذا يعني هذه مسألة لن يترشح، ولكنك لن تستطيع ان تخوض انتخابات بدولة مخطوفة. يجب ان تكون الدولة محايدة، يجب ان تكون دولة ممثلة للكل، يجب ان تبتعد عن سلطة العائلة. أليس من يجب ان يكون 20% يجب ان يكون ضمانات عدم الملاحقة، يجب ان يكون الجيش جيش وطني غير خاضع لنفوذ وعائلة أسرة او عائلة حتى يطمئن الناس بأن نتائج هذه الانتخابات سوف تطبق على الأرض. لا تستطيع أن تدير انتخابات تحت تهديد السلاح. طيب إذا كانت المعارضة ترى في هذه شروط مهمة، لماذا وافقت على المبادرة الخليجية؟ أنا أعتقد أن المبادرة الخليجية لا تتحدث عن هذا. أعتقد أن المبادرة الخليجية كانت تأمل بأن يبدأ مسار سياسي
ممكن بعد توقيع علي عبد الله صالح على التنحي، لكن يبدو لي أنها خدعت خديعة كبيرة وهي الآن تدفع ثمن قبولها بمثل هذا الخديعة. وهذا يدفعنا بطبيعة الحال لإلقاء الضوء على المبادرة الخليجية التي جاء ذكرها أيضا في قرار مجلس الأمن الدولي. هذه المبادرة تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي في شهر أبريل نيسان الماضي. وفق هذه المبادرة يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50% لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ التكليف. في اليوم 29 من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بمن فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. في اليوم 30 من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيه المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بموجب الدستور، ويشكل الرئيس الجديد وهنا المقصود المنتخب لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد. في عقب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على الشعب في استفتاء شعبي، وفي حالة إجازته يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد. تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق. كانت المبادرة القديمة بطبيعة الحال تتحدث عن أنهم سيكونون ضامنين، وهذا تغير في المبادرة الجديدة. الرئيس علي عبد الله صالح من جانبه وضع شروطا للتنازل عن السلطة. معلش فليسقط النظام وليرحل النظام، لكن ماذا بعد رحيل النظام؟ ماذا بعد رحيل النظام؟ ماذا بعد التوقيع على المبادرة الخليجية؟ نحن طلبنا، نحن على استعداد أن نوقع على المبادرة الخليجية. يا أنا يا نائب الرئيس بموجب القرار حاضر. نشتي ضمانات خليجية، 1، 2 أوروبية، 3 أمريكية. هذه 3 ضمانات لابد أن ترافق المبادرة الخليجية، لأنهم الآن من ضمن الضغوط الموجودة أنه وقعوا بدون قيد أو شرط، وقعوا بعدين نبحث تزمين الآلية المزمنة. هذا موقف علي عبد الله صالح من المبادرة الخليجية، واستمعنا من قبل إلى موقفه من قرار مجلس الأمن. أعود مرة أخرى إلى ضيفنا من صنعاء عبدو الجندي. قلت أن الرئيس موافق على قرار مجلس الأمن، قرار مجلس الأمن له سقف زمني شهر، وقلت أنه موافق على المبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية تنص على أنه يتنحى عن السلطة في غضون شهر أيضا، يعني هل فعلا الرئيس موافق على هذين الشرطين؟ الرئيس موافق على النقل الفوري للسلطة عبر انتخابات مبكرة، يمكن تكون خلال شهر، خلال 60 يوم، لأنه من تجربته مع أحزاب اللقاء المشترك إنها توقع على أي اتفاق وبعدين يظهر تجنحات ويظهر خلافات ويظهر، وزي ما اتفقنا على مجلس النواب ترحل يعني 2 سنين إلى الأمام، وحتى الآن لم تجري انتخابات. فهو عندما يطالب بالضمانات إنه هل يضمن المجتمع الدولي أن هذه يعني المبادرة كما هي إذا استقال يعني تنفذ ببنودها الأول والثاني، لكي يقنع من هم حوله، لأن من هم حوله شاعرين بأنه مجرد استقالة الرئيس لن ينفذ من هذه المبادرة سوى استقالة الرئيس. ما عدا ذلك هم سيقولوا لنائب رئيس الجمهورية مدتك 60 يوم بالدستور انتهت، تتوكل على الله وبالتالي تدخل البلد في الفراغ وبالتالي تصير الأمور إلى الحد. علي عبد الله صالح يريد أن يخرج وهو محافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، لأن هذه منجزات حققت في عصره، وبالتالي هو يحدد أن يخرج عن طريق الانتخابات، وليس وهو يحدد من الآن إن مرشح المؤتمر إلى الانتخابات الرئاسية القائمة هو عبد ربه منصور هادي، لن يأتي بابنه ولا يأتي بأي واحد من الآخرين. وهو يريد أيضا ضمانات بعدم الملاحقة القضائية بموجب المبادرة الخليجية. هذا ما نصت عليه هذا ما نصت عليه المبادرة الخليجية، وهو ليس لعلي عبد الله صالح ولكن لكل
الذين فعلا يعني على اساس ما يحصلش يعني نوع من المكايدات، يقولوا حلوا المؤتمر الشعبي العام، اعملوا زي ما حصل في مصر وزي ما حصل في تونس وزي ما يحصل في اي بلد اخر. يعني هنا يعني هي ضمانات قضائيه لكل الناس وليس للرئيس وحده. لمن عمل معه تفتح الثوره مجال للمكايدات، لمن عمل معه، يعني هذا يشملك ايضا عبد الجندي اليس كذلك؟ انا اولا يعني لي اعمل معه يعني من 3 شهور، ما ابوش معي ما اخاف عليه. طيب دعنا نتوجه إلى جدة وضيفنا من هناك الدكتور أيمن حبيب. الآن هنالك تناقض بين مجلس الأمن الدولي، قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية تنص على ضمانات، مجلس الأمن الدولي يقول لا ضمانات بعدم الملاحقة القضائية، كل من هو مسؤول عن العنف يجب أن يسأل. طبعا هذه نقطة ربما يعني يعلم الجميع أنها استحوذت على جزء غير بسيط من التفاوض والتشاور لكي نجنب اليمن مزيد من الاصطدامات ومزيد من الخسائر الفادحة ومزيد من التعطل الكامل لدورة الحياة، وتم التوصل إليها بعد جهد مضني. فلا نريد أن تعود عجلة الزمن إلى الوراء في ظل قرار مجلس الأمن، والتخوفات واردة والتحسبات متوقعة. هل دول الخليج يمكن أن توفر لعلي عبد الله صالح حصانة بالرغم من قرار مجلس الأمن؟ يعني دول مجلس التعاون الخليجي لديها تجارب سابقة، ولا أعتقد أن تلك التجارب يعني أسوأ من تجربة أو موقف علي عبد الله صالح. يعني علي عبد الله صالح شخص معروف لدى الكثير من القيادات الخليجية والدوائر الخليجية، وهو يعني قد يحظى يعني حتى الآن أنا أعتقد الفرصة متاحة إذا ظهر التعقل والحرص والتصميم على تجنيب اليمن المزيد من التصادمات والمزيد من المشاكل، أن يكون هناك ثمة تقبل لحصانة علي عبد الله صالح. ويعني هذا ما تملي به الاخلاق، يعني هل يمكن للسعوديه العربيه، هل يمكن للسعوديه ان تستضيف علي عبد الله صالح كما تستضيف الان زين العابدين بن علي؟ يعني انا ذكرت انه هناك تجارب قد لا يكون موقف الرئيس علي عبد الله صالح هو الموقف الأسوأ، وبالتالي تم التعامل معها. فما الذي يمنع ان تستضيف السعوديه او اي دوله خليجيه علي عبد الله صالح؟ وهناك يعني احتمال كبير اذا كان هذا يوفر. طيب لماذا غيرت دول مجلس التعاون، لماذا غيرت نص مبادرتها من ضامن للاتفاق، وضامن الاتفاق كان سيعني ضمان الحصانه لعلي عبد الله صالح، من ضامن الى شاهد، وهذا ما اغضب الرئيس اليمني. طبعا ان يعني التفسيرات القانونيه دقيقه جدا في هذا الامر في هذا السياق، والاشكاليه تتمحور حول حسن النوايا لدى جميع الاطراف والالتزام فعلا بتنفيذ يعني بنود الاتفاقيه دون خروج فادح على النص يؤدي الى تورط دول مجلس التعاون او بعض الدول في مواقف معينه. يعني لكن اذا ثبتت هناك ان حسن النوايا حقيقي لدى الرئيس ولدى المعارضة بالإمكان تجاوز هذه العقبة. الإشكالية أن حسن النوايا مفقود، وأن الكل ربما يخشى الكل. مشكلة اليمن الكبرى الآن أن مفهوم الدولة برمته حوله 1000 علامة استفهام. هل المعارضة تشكل البديل المستقبلي لفكرة الدولة، الاستقرار، الأمن، هذا ما تنص عليه المبادرة، عجلة الحياة؟ المبادرة الخليجية تقول المعارضة تكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أي أن السلطة تنتقل من الرئيس إلى المعارضة. هذا نص المبادرة الخليجية. صحيح، لا لكن الواقع اليمني انا اعتقد انه حوله ملابسات كثيره جدا وعلامات استفهام. طيب. واوضاع شائكه. طيب علي البخيتي، ما موقفكم انتم كشباب من شباب التغيير من مساله الحصانه التي يضمنها الخليجيون او تضمنها المبادره الخليجيه ويرفضها قرار مجلس الامن؟
أتمنى أعطي أي وقت لأنه الضيوف أخذوا أغلب الوقت. أود أن أقول للأخ عبده الجندي، أولا قبل أن أجيب على سؤالك، رجل السلام هذا الذي تقوله عنه قتل في عهده أكثر مما قتل في عهد دولة إسرائيل من حين تكوينها إلى الآن، شرد مئات الآلاف من اليمنيين. علي عبد الله صالح سبب شرخا في النسيج الاجتماعي اليمني، جعل الجنوبيين يكرهون الوحدة أو جزء من الجنوبيين، جعلهم حتى يكرهون كلمة يمن. علي عبد الله صالح بلاء حل على اليمن ولن نسقطه إلا إذا توحدنا. بالنسبة لما تقول بالضمانات التي أعطيت له، هذا هو بيت القصيد الذي أقصده من بداية الحديث. علي عبد الله صالح يراهن أنه سيحسم عسكريا، وإذا لم يحسم طالما بقيت المبادرة الخليجية غير محددة الوقت بالنسبة للضمانات فهو سيلجأ إليها في آخر اللحظات. لذلك ما الذي يجبره على التوقيع الآن طالما محددة الوقت؟ المبادرة تطلب منه التنحي في غضون شهر من التوقيع عليها. طبعا محددة الوقت بعد التوقيع، فهو سيراوغ قبل التوقيع. طيب يعني سيراوغ من الآن إلى حين التوقيع. لحظة واحدة، قرار مجلس الأمن يلزمه بالتوقيع الفوري في غضون شهر أيضا، يعني نحن نتحدث عن تنحي علي عبد الله صالح في غضون شهرين من الآن، يعني إذا جمعنا المبادرة وقرار مجلس الأمن، ولا أنت لك قراءة مختلفة؟ أخي العزيز، قرار مجلس الأمن ليس حاسما في الموضوع، ولا توجد جدية كافية لدى مجلس الأمن الدولي لإجبار علي عبد الله صالح على التنحي. لو كان هناك نية فعلا لإجبار علي عبد الله صالح لتم إجباره على التوقيع فورا عبر تهديده بأشياء أقل بكثير مما ورد في قرار مجلس الأمن. لو تم تهديده بإحالة ملفه وملف أسرته إلى محكمة الجنايات الدولية، أو بوقف الدعم الدولي لنظامه والاعتراف بشرعيته، أو بإجراءات أخرى عبر كشف الأرصدة أو غيرها كما مورس على معمر القذافي، كان علي عبد الله صالح وقع المبادرة من أولها. لكن قرار مجلس الأمن طويل الأمد، يعطي فرصة 30 يوم لرفع أول تقرير وليس للتوقيع من الأمين العام للأمم المتحدة. كذلك فإنه قال وبعد 60 يوم يبدأ الأمين العام برفع تقارير أخرى، مما يعطي الرئيس مهلة طويلة. فقرارات مجلس الأمن لا يتم تفعيلها في الدول الفقيرة، لكن تفعل في دول مثل ليبيا وفي دول مثل سوريا لوجود اعتبارات أخرى. المجتمع الدولي لا يهتم باليمن كثيرا. يختلف معك في مسألة توقيت، يعني قراءة علي البخيتي تبدو مختلفة لقراءتك أنت لقرار مجلس الأمن وتوقيته. القرار واضح فيما يتعلق بالتوقيع الفوري وتوصل إلى حل سلمي، إلى تسوية سلمية في غضون الشهر. أما فيما بعد الشهر فهو متابعة مستمرة وليس مهل أخرى لعلي عبد الله صالح، أليس كذلك؟ التوقيت الفوري معناها واضح وهي فوري. فوري معناته اليوم، معناته بكرة، معناته أمس، أول أمس. هذا ما يعني التوقيع الفوري. والشهر يفترض أن اجتماع مجلس الأمن للمراجعة لن يعقد إلا وقد انتهت فترة الشهر الذي يعتبر بموجبها بحكم المستقيل، لكنه ما زال كما أخشار الأخ البخيتي أيضا يحاول أن يستثمر المسألة ويبتعد عن التوقيع ويصعد عسكريا حتى يبعد التوقيع إلى أقصى نقطة ممكنة. وهو استغل ثغرتين، استغل ثغرة في التعامل. لماذا يمكن أن يبتعد عن التوقيع في رأيك؟ هو استغل الثغرة الموجودة في 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 التعامل الخليجي، واستغل ثغرة في التعامل مع الموقف الدولي. موقف التعامل، موقف مجلس التعاون الخليجي جاء ناعما إلى حد بعيد، وعلى طريقة إلى إذا إن أنت أكرمت الكريم ملكته. كانوا كرماء معه، لكنهم لم يملكوه ولم يستطيعوا إجباره على التوقيع أو التنحي. مجلس الأمن يتبع حكمة صينية تقول أن المهاجم الناجح يهاجم من 3 اتجاهات وليس من 4، ولكنه يترك الجهة الرابعة للانسحاب، لكنه يتجاهل حقيقة وطبيعة علي عبد الله صالح. الرجل مثقل بتاريخ سياسي مليء بالعنف، 15 حرب داخلية، بالإضافة إلى يعني الأحداث الأخيرة أفرزت 1200 شهيد في الجنوب من شهداء الحراك، واليوم تجاوز الرقم 1000 بالنسبة لشهداء الثورة. طيب بعد انتهاء مدة الشهر ماذا سيحدث بعد؟ أنا أقصد أنه النقطة الحرجة في أن الضمير المتهم لا يبحث عن الضمير الآثم لا يبحث عن أصابع اتهام، فإحساسه بعدم الحصول على ضمانات. دعنا من علي عبد الله صالح، ما هي خيارات مجلس الأمن بعد انقضاء مدة، نفترض أن مدة الشهر انتهت ولم يوقع علي عبد الله صالح لا على المبادرة الخليجية ولا على أشياء أخرى، ماذا سيفعل؟ الخيارات أعتقد أولا إذا استمر بالتصعيد العسكري قد نشهد اجتماع طارئ لمجلس الأمن. ما فيش تصعيد عسكري، هو أوقف إطلاق النار. لا أثق بما أعلن حتى الآن. هنفترض أن هذا وقف إطلاق النار. إذا افترضنا ووصلت 30 اليوم ولم يتحقق أي تقدم، فهناك إشارات واضحة
في القرار الحالي لمجلس الأمن بأن الاستقرار في اليمن مسألة أصبحت يعني تهم الأمن والسلم الدوليين، فبالتالي سوف يتم تصعيد، سوف يتم إغلاق المسار الرابع للهروب، وسوف يبدأ إجراءات عقابية. ما لم فالخطورة سوف تترتب على الكل، لأنه ما أخشى بأنه ما هي أقصى إجراءات عقابية يمكن أن يصدرها مجلس الأمن؟ ما أشار إليه صديقي أيضا أعتقد أنها إجراءات ضرورية وكان يجب أن تحصل من وقت مبكر، اللي هي تجميد الأرصدة، الذي هي الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، الذي هي أيضا الإرسال لجان تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه القضايا. فهذه الإجراءات هي كفيلة لكن بالفعل. صديقك أيضا أشار إلى انتهاكات من قبل المعارضة ومن قبل المحسوبين على الثورة. نحن اعترف بها قرار مجلس الأمن، أي أن لو أحيل أحد إلى محكمة الجنايات الدولية لن يكون علي عبد الله صالح وحده. نحن يعني قطرة دم كل إنسان يمني تهمنا، وبالتالي لا نخشى من أي لجان تحقيق، وإذا استطاعت أن تقدم أحد يعني للعدالة فلتقدمه من أي طرف كان. طيب هل تتوقع القرار القادم من مجلس الأمن بعد شهر إذا لم يحدث تقدم أن يكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ أتوقع ذلك لأن الإشارات واردة ضمن القرار الحالي، الإشارات واردة، التمهيد لذلك موجود في القرار الحالي. وأتمنى على الدبلوماسية الدولية، وهذا ما سوف نسعى عليه، وهذا سوف ما سوف نضغط من أجله، أن تكون أكثر حزما. طيب. لأن هذا الرجل هو يجيد استخدام الفرص التي تتاح أمامه، وبالتالي يسعى للالتفاف عليها. طيب دكتور أيمن حبيب، هل هذا موقف تؤيده دول مجلس التعاون الخليجي؟ هل تريد دول مجلس التعاون الخليجي تعاملا مع اليمن بموجب الفصل السابع من الأمم المتحدة، أي استخدام القوة ضد اليمن؟ لا شك أن لا أحد يريد استخدام القوة، ولا أحد يعني أصبح لديه مزيد من الاحتمال بعد أن أثقلنا صباح مساء بمشاهد العنف والقتل والدماء التي تسيل في العالم العربي. يعني كفانا ما رزئنا به في القضية الفلسطينية، ما يحدث في سوريا، ما كان يحدث إلى اليوم في ليبيا، في تونس، في يعني اللجوء إلى القوة وإلى العنف، وكأننا لا نتعلم من هذه التجربة. لا شك مطلوب بروز دور وضغوط أخرى أكثر من الحاجة. طيب. للجوء إلى القوة، يعني إذن دول ما لم يكن التعاون. هناك حالة يأس، وأنا أعتقد أننا لم نصل إلى اليأس لحد الآن. طيب علي البخيتي، ما هي خيارات الثورة؟ هل خيارات الثورة، هل مثلا تريدون تدخلا عسكريا دوليا بموجب الفصل السابع، أم فقط إجراءات عقبية كالتي أشرت إليها؟ وهل أنتم مستعدون لعسكرة الثورة أصلا؟ هي في المجتمع الدولي وخصوصا أمريكا والسعودية لتنحى الرئيس النظام أضعف من أن يحتاج إلى تدخل عسكري. لو كانت هناك إجراءات التي سبق وذكرناها لانهار النظام. النظام لم يبقى له إلا قشتين متمسك بها، شرعية اعتراف الأمم المتحدة به كممثل اليمن، والدعم السعودي والدعم الخليجي له، الدعم المادي نقصد، أرسلوا له أكثر من 3 ملايين برميل من النفط. لو أسقطوا عنه هذا الاعتراف ومنعوا عنه المساعدات، وكذلك لو أعلنت السعودية بشكل واضح أنها لن تستقبله بعد الآن وأنها كانت ستستقبله سابقا بموجب الضمانات قبل ارتكاب الجرائم التي ارتكبها، لو تم الإعلان هذا وبشكل مؤكد فالنظام سينهار بشكل كامل. النظام أقل من أن يحتاج إلى تدخل عسكري، إضافة إلى أن التدخل العسكري قد يؤدي إلى إيقاع اليمن في تدخلات إقليمية أخرى وستظهر مشاكل كبيرة. نحن لا نريد أي تدخل عسكري ونرفض أي تدخل. طيب. عسكري نطالب. طيب. بجدية كاملة. طيب. يعني انتم تريدون التخلص من علي عبد الله صالح، كيف ستفعلون ذلك؟ التخلص من علي عبد الله صالح يحتاج الى امور بسيطه، منها ان تجمع المعارضه كافه اطياف الشعب اليمني ويحددوا بشكل واضح ودقيق مسار الثوره، كذلك ان يتقبلوا الاطراف الاخرى كفاعلين وكصانعي قرار بجانبهم، وان لا يستفردوا بصنع القرار. وخصوصا اوجه الكلام للاخوه في اللقاء المشترك، يجب عليهم ان يقبلوا كما سبق وذكرت الحوثيين والجنوبيين في صناعه القرار حتى يصبح القرار ذا جدوى ويتم تطبيقه على ارض الواقع بشكل اكبر،
يتم إسقاط المحافظات محافظة تلو الأخرى بشكل سلمي إذا لم نشرك الجميع في هذا القرار وبشكل حقيقي وعادل وشفاف وليس تكتيكا. يجب علينا أن نقبل الآخر كما هو لا كما نريد نحن. يجب علينا أن نشرك الجميع في إسقاط النظام. إذا لم نشرك الجميع في إسقاط النظام وفي الثورة كيف سنشركهم لاحقا إذا وصلت المعارضة إلى الحكم؟ هذا تساؤل مهم. يجب علينا التوحد بأي شكل، ومن ثم سينهار النظام تدريجيا، وعندما تتغير المعادلة على الأرض المجتمع الدولي سيتحرك بشكل أسرع لدعم هذا التحرك. المجتمع الدولي خبرناه في عام 94 كان يريد وقف حرب 94، لكن الرئيس حسمها عسكريا، ومن ثم لم نرى أي قرارات الأمم المتحدة بعدها، ونخاف من تكرار هذا الوضع. يجب على المعارضة ألا تعول كثيرا على القرارات الدولية. رأيناهم طلبوا رئيس السودان قبل أكثر من سنتين إلى أو 3 سنوات إلى محكمة الجنايات، وماذا حصل له إلى الآن؟ التعويل على القرارات الدولية لن يفيد شيئا. يجب علينا أن نغير المعادلة على الأرض، ومن ثم دول الإقليم ودول العالم سيلحقون بنا وسيؤيدون ثورتنا كما أيدوا بقية الثورات. طيب عبد الجندي من صنعاء، هنالك احتمال، يعني هنالك احتمال لحرب أهلية أشار إليها قرار مجلس الأمن الدولي. كلما بقي علي عبد الله صالح في الحكم كلما ازدادت الأزمة. الأزمة لم تحل ببقائه في السلطة منذ بدايتها، هي تتعقد يوما بعد يوم. إلى ما سيظل متمسكا بالحكم واليمن يمكن أن يدخل في حرب أهلية؟ اولا لابد ان اوضح جزئيه انت كنت قلت بانه انا اتكلم لان انا واحد من الذي بيستفيدوا، مش انا الذي بيستفيد من العفو، كل قاده المعارضه عملوا مع علي عبد الله صالح وفي مواقع قياديه كبيره، وسيكونوا مسائلين ايضا عن فتره علي عبد الله صالح بما فيهم اللواء علي محسن، بما فيهم اولاد الاحمر، بما فيهم قاده الاحزاب والتنظيمات السياسيه، قاده الاشتراكي، بما فيهم قاده الاصلاح، يعني هؤلاء كلهم عملوا مع علي عبد الله صالح، وبالتالي سيصبحوا عرضه للمحاكمه. هذه نقطه. اما انا اخر من عمل مع علي عبد الله صالح. الثاني بانه علي عبد الله صالح اذا ما استقال وخرج بهذه الطريقه ستقوم الحرب، وإذا فعلا استمر علي عبد الله صالح لا يمكن للحرب أن تقوم في الوقت الذي يعني استهدفوا في دار الرئاسة، في مسجد دار الرئاسة، كان تعليمه واضح لكل قادة الجيش ولنائب الرئيس بأنه أوقفوا إطلاق النار وهو يموت وهو في حالة قريبة من الغيبوبة، أوقفوا وقف إطلاق النار. وعاد من السعودية والأمور مشتعلة، أحزاب اللقاء المشترك، حتى هذا الشاب الذي يتكلم هو ليس أصلا من الشباب، هو عضو في الحزب الاشتراكي وأنت قدمته على هذا الأساس. إذا نحن لا هو من الشباب، يعني هو من الشباب، ممكن أسألك على عمره؟ هو من الحزب الاشتراكي، هو صحيح من الشباب لكن عضو في الحزب الاشتراكي، ومع ذلك يعني ولماذا بعد عملنا شباب يعني أحزاب؟ نحن بنتحاور مع أحزاب على أساس أن الأحزاب لها قواعد، قواعدها هي الموجودة. ولو كان علي عبد الله صالح يريد ان يتخذ اجراءات رقابيه بحق المطالبين 9 اشهر ولم يحدث لهم شيء، هل انت تريد ان يستقيل علي عبد الله صالح بموجب المبادره الخليجيه وقرار مجلس الامن ام لا؟ انا مع ان علي عبد الله صالح ينقل السلطه حسب الدستور. الدستور يقول بانه من حقي ان يفوض نائبه بعض صلاحياته، وبالتالي يدعو الى انتخابات مبكره ويخرج وهو مرفوع الراس. شكرا جزيلا. في نهايه هذه الحلقه نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر الهاتف من صنعاء عبد الجندي نائب وزير الإعلام اليمني، وعبر الأقمار الصناعية من القاهرة علي البخيثي عضو الحزب الاشتراكي اليمني وأحد شباب الثورة، ومن جدة الدكتور أيمن حبيب نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية. كما أشكر ضيفي في الاستوديو الأكاديمي المعارض اليمني الدكتور محمود العزاني. إلى أن نلتقي على خير في حلقة مقبلة، لكم تحيات فريق البرنامج وتحيات زين العابدين توفيق. إلى اللقاء.